ابو ظبي يعني بصوا ده الدكتور النصاب ده لا الكوميدي برضه مش نصاب كوميدي اه اوجمنيه جاهز ايه بلا جاهز جاهز الوقت يا شباب توكلنا على الله يا بهاج توكلنا على الله ابدا توكل على الله اليوم عندنا عملية بنكرياس بنكرياس ولا كلى كان اليوم واحد سويت لها عملية تجميل فكيت عيونه وحطيتها مكان اذنيه الله عليك وشال الجمهور لا لا هذا دافع ها دافع للجمهور انت جايب معاك جمهور سويت عملية تكميم ونسيت اكلاه في الدرج عندي في حاجة واحدة أصعب كمان أصعب عملية عملية القلب اي وش سويت فيه؟ خذيت قلبه وحطيته مكان عقله شكرا يا شباب وين يلا بيه هذا المقطع حلو والله عايض الأكلبي انتهينا من تقييمه عايض الأكلبي عايض وين عايض؟ الثاني بعد عزيز محمد يا أبو وليد عايض أحمد رحيم حماده